أي بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انت كذب انك زوجرني كتاب كأني عقيدة السلف وأصحاب الحديث إمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وإسكالها عن سوق قارني هذا الكي ويري ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. أهل الحديث هو أي سوغان سو دقيتان كألا هبين والبؤو سو دقايو سمدن لؤو سو دقايو من غير تشبيه له يدو أن ألا المشبهين من غير تشبيه له يدو أن سو دقيتاس المشبهين وأن لو أكيسينين بنزول المخلوقين مخلوقين تي يقول أبوري سودقتان كودي مخلوقين تي يقول أبوري سودقتان كودي مركز صفات الله صفات خلقك وما أكا الله ريب الشيغي ليس كمثله شيء يعلوه ولا تمثيل ولا تكييف يدو أن ماركتي لغو مثلين ولمد أن لديهن صفات مخلوقة نزول كمخلوقة ولا تكييف أيضا كيفية دينا أن لديها الليل سيدا سوء أسود دقايا أن لديهن سببت واحد الله قرن عيوم معها كيفية دي أنه من نقانه أن لك لئة أقول أنت هذا بل إيه يثبتون وحي السجان ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي رسولك صلى الله عليه وسلم أو السجي السجان أو نبي جودة صلى الله عليه وسلم يكتم بيان وينتهون فيه إليه كاسين أدم عذان وهل كاسي كجوك سدان حد قذب ما سميان ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره حديث كذي صح ذاها ولبا صح نمكري ما أنا هو حديث متواتر حديث متواتر كهون هو درجة وصل رئيسة سبنا شذا حديث سيد القرآن كو متواتر وياي هو حبيرة تشكي سكوجر سبنا شذا سوياي يا حديث كانوا هو سوى متواتر وياه حديث كان نزولك لأحاديث حديث بدنا هو حاجرته متواتر هو صحيح كريم ترجع لك اللين حديث حديث كان مركب حكمي حديث التواتر سيب حكمي مركب خبر كي صحيح يوري بقى متواتر كا يقصو أروري نزول كشيطان كيسا وي سعد سيان وي مريان سيد ظاهر كيسا هو ما عرفتي عربتو يفهميس يدو أن خلقي جنا ما عرفتي لو شبهين هلا تلمانتيسي انت تلمامي خلق لو شبهين ويكيرون علمه الى الله كيف يدي اقوانت يدينا وحي ادايان الله اللي ما قرناه يعني كيف يدي او البصوشه ولا تكيف مش اولى هوا وكسو دوغيتان كي الله ولا سوغايا لكن وحل اسكيل علينا يا وحل يراهدو تشبيه يتمثيل هي تكييف من كيفية النوع الشيغان أما أنكو شبه نفس ما تمامي خلقية وكذلك سيد وكالة هي يثبتون السبعان أهل الحديث ما أنزله الله سبحانه وتعالى وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز وجل
sidoo kale ahlulxadiidku waxay sugaan wixii Alle uu ku soo dejiyey fii kitaabihi qur'aankiisa. Oo maxay yihiin waxaasi? Waa min dikri almajii'i, oo ah imaansho iyo walitiyaani, sheegid maaragta la sheego oo la xuso, majiigi iyo itiyaankii almadkuurayni ee lagu sheegay fii qowlihi caza wajalla, Alle hadalkiisa uu yidhi hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu fii dhulalin min alghamami walmalaa'ika. Nimanka gaalada ah ee xaqa jaxdinaya markii xujooyinku ku oogmeen kadib ma waxay sugayaan waxaan ka ahayn in Alle uu u yimaado oo ugu yimaado hoosas daruuro ah, walmalaa'ikatu waa malaa'ikatuna ay timaado, waxaan taas ahayn bay sugayaan. Marka xukunki Alle ile marku Alle yimaado wax kale xukuma moogtahay, taas moogin wax kale sugayaan, macnaha waa handadaad marka la handadaayo. Marka xaqaataan inta aan la xisaabin oo aan la ciqaabin. Ayad waa taas waa tiyaanka sheegaysa iyo qowlihi caza ismuhu iyo hadalki Alle ee ahaa wajaa rabbuka walmalaku safan safa, ayadanina waxay ka hadlaysaa majii, waa iskaaga dhow yihiin itiyaanka majii wa xagga macnaha waa iskaaga dhow yihiin. Wajaa rabbuka yani haddii adduunkii maaragtay uu haddii dhulkii matalan uu burburo sida ayadu ay sheegaysa idaa dukkati alardu dakkan dakka, wa wajaa rabbuka rabbigaana uu yimaado si asaga u qaranta, walmalaku malaa'igtina ay yimaadaan safan safa malaa'igti iyagoo safsaf ah ay yimaadaan. Labadaas aayadood baa marka waxay ku tusinayaan majiigi iyo itiyaanki, majiigi iyo itiyaanki ku tusinayaan. Ahlulxadiidkuna waa ay sugaan labada sifo. Qaraatu buu leeyahay, qaraatu waa hadduu musannifkii uu yahay Abu Cuhmaan Asaabuni, waxaan ku akhriyay buu leeyahay fi risaalati sheikhi Abi Bakri Ismaciili, sheikh Abu Bakr Ismaciili risaaladiisi waa kitaabkii uu qoray ilaa ahli jaylaan uu qoray anna allaha subxaanahu yanzilu ila samaai الdunya cala ma saxa bihi alkhabaru can alrasuuli sala allahu alayhi wasalama, Alla inuu soo dego oo samadan dhow usoo dego sidii ku ansaxday hadalkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ka sugnaaday. Waa xadiiski macnaha ka ansaxay rasuulka sala allahu alayhi wasalam, waxaan sheegnay inuu mutawaatir yahay. Waqad qaala allahu caza wajalla, Allana wuxuu yidhi hal yanduruuna ila an yaatiyahum allahu fii dhulalin min alghamami walmalaa'ika, wa aayadi aan soo akhrinaad. Waqaala wajaa rabbuka walmalaku safan safa, wa aayadi kale. Wa nu'minu bidalika kullihi, ka dhammaantiis waa rumaynaynaa buu yidhi calaa maa jaa'a sidii uu ku soo arooray bilaa kayfin annagoo aan kayfiyana sheeg sheegaynin ilaa ma naqaane. Falow shaaa subxaanahu an yubayina lana kayfiyata dalika facala, haddii Alla uu doono inuu kayfiyadu noo caddeeyo waa uu noo caddayn lahaa. Fantahina marka annagu waxaan ku gaabsannay ilaa maa axkamahu wuxuu Alla uu noo sugay, halkaasaan ku joogsannay. Wa kafafnaa waanan ka joogsannay can alladii yatashaabah, wixii mutashaabiha ahaana waan ka joogsannay. Id sababtu maxay tahay? Kunnaa annagu waxaan ahayn qad umirnaa kuwa la faray baan ahayn. Ciladu marka waa sidaas, sababtu waa maxay? Annagu waxaan ahay kuwa la faray bihi, inaan macnaha ka joogno mutashaabihi. Fii qowlihi caza wajalla, Alla qowlkiisii yaana lagu faray. Inaanan raacraacin mutashaabihi. Alla muxuu yidhi huwa alladii anzala calayka alkitaaba, Alle waa midka qur-aanka kugu soo dejiyey. Minhu aayaatun muxkamaatun, qur-aankii waxaa ka mid a
آيضا سعد وحط صناعة هو محكم آه هن أم الكتاب وأنا قرآنكي أسل كيسي لون نقضة مارك أي وحس شبهانه وحسو أكاذان لون سوء عليو وحي ماركتي محكم كاس خلاف سن ومتشابهة يعني متشابهة وحلو عليا محكم كأصلا وأخر عاكلوا قرآنك كم إذا آية ذكره ومتشابهات يسوعك ومعنى دور معنى احتمال آية مركا يعني معنوه ذو حو عدالة ومركا محكم كله عليو تاتك مركا وكلا دوين كوا راسخين وعلمك راسخين كوا هي كوا بكا وقلبك كجرم بأقيب سمان ألا مركا وحول لي فأما الذين في قلوبهم زيغ كوا قلبي قوذا لي حشدوا يكجرتوا يجردوا فيتبعون وحي راعان ما تشابه منه وحي مارت إسداه قلي هو آيداس كمذا ابتغاء الفتنة يقول دون آية إني ماركتي ذات كلوميران وذات كشبهاتي وابوران وابتغاء تأويله يقول دون آية إني سمارة باطل كأي وطان سوى فقسن ومدى بكود أسخر من وافقسن أي وفسرتان وما يعلم تأويله إلا الله تأويلك أيها أسنى ما قرنايو الله مؤوي والراسخون في العلم كوي علمي قمارة كو حدي دايستي أو كو حال دارا وحيليه يقولون وحيليه آمنا به كاسوان رميني ميلي كل من عند ربنا لما انت يسأل حكي سوكا هذا ميلي قران كان هنا محمد با صلى الله عليه وسلم له سودي بي قرآن كمرك آيدي متشابهانا وحيو عليان كوي محكم كاها وما يتذكر وحنا ما فهمان هو احمد قرتان هو صيف يعني مردو حان معناها آيدها سيصحدها إلا كوة ألا أعقلك مارتي فيوسي موغي أو قلبك وناكسن صاحبك موغي وعقلك صاحبك ويقول لي يا مصنفك أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني يعني خبري يقول لي قال سمعت أبا حامد ابن الشرقي يعني مقلي يقول لي يقول أصغر سمعت حمدان السلمي يعني مقلب لي وابا داود الخفاف يقولان يقول سمعنا اسحاق بن راهو سمعنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يعني مقلب لي او اسحاق بن راهوية يقول اسقول قال لي الامير عبد الله بن طاهر نينكي امير كاها يا عبد الله بن طاهر اها خراسان ايوه ما وراء النهر بحكم جري كوح نورا وقت عباسيين تو نورا من كاس مرك وهاي قبل كاس مرك نين كاس أمير كا يا وحوجيري يا أبا يعقوب يعني إسحاق وإمام كي إسحاق من راهوي عن وقتها هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان أتكورني رسولك الله صلى الله عليه وسلم
فمحوي يا حديث كاسي، ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. ربي جاي نبي والبوح وسو الدقاسة ماذا عنده حديث كبير كالفاتي سوى إيمان دونتا. كيف ينزل فالهرت سيدة وسو الدقاية فلنو أقورا إمام إسحاق قال وحوي المركة إمام أبو إسحاق بها الله. قلت وحن كويري أعز الله الأميرة إن كان مدحضة الله شرفه، الله كل شرفه، لا يقال لأمر ربي أمرك ربي لمن يراده كيف كيف واحد إلى لون سوى أروري سيداء لمن يراده سيداء وتلمامين تلمانتاس. إنما ينزل بلا كيف على وسودك كيف أنقرنا إنه أنه يدي سنجرين صعبتها كيف يدي نلوه مشيقين نزولك كليا الله شاك. مصلي بكم يقول لي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدلي قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك بن ويدي يقول لي يا هاي عن نزول ليلة النصف من شعبان سودقي تانك على أوسودقا أيو مركبش شعبان أي نص قارتو أي نص كمريسو. فقال عبد الله بن مبارك بوحي يا ضعيف ورنيه مارت أمر كاهي في كل ليلة ينزل حيث النصف شعبان كان كليات شيغيس أبي والبوغ سودقا عليه. فقال له رجل من بوحي كويري يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن وعبد الله عبد الله بن مبارك مكتك ويديس كيف ينزل سيدي وسو دقايا وقرني هدي أدو نزول كواتر ما يسنتهاي وقد نقر سنتهاي سيدي ألا وسو دقا من بعير رساس أليس يخلو ذلك المكان منه ميانو مياني معناها ميانو مكانك كخالي نقنينين ومد مارتي إبرعان نقنينين مركز نزول كوردوغا. فقال عبد الله بن مبارك بوحو يري ينزل كيف شاء الله سيد الدونه يوسف دقا احباك خالي النقده ايه ما عرف تيميل كانوا بوحيا يشيكوين كان دات كويس كبير هذا كان كيسدين وحش قدين نماه. وفي رواية أخرى رواية كالوحة كجرتي هذه الحكاية ومعناها رواية كالوحة كجرتي حكاية لها أشياء كذا معناها إسحاق بن راهوي هي دحمرة أميركي عبد الله بن طاهر سي كلامك اللي وريه ما يكفي تسمعها. وفي رواية أخرى هذه الحكاية رواية كلها من الحكاية نوري ابن مبارك يرقي كلا دحمرتي أن عبد الله بن المبارك أن عبد الله بن المبارك قال للرجل نينكي أوكويري إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. دي حديثك كي ما ذو رسولك قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديثك كي ما ذو رسولك صلى الله عليه وسلم فاخضع له وهو جانسا وأقبل. إمامك حديث أم إمامك كتاب قراءة أبو عثمان الصابوني أبو حليه سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ وإمامك إسكلها كتابك المستدرك على الصحيحين مرك أردقي سبوع أبو عثمان الصابوني أردقي الحاكم النيسابوري وآه وعن مغلبه لي مرك الشيخي أبو عبد الله الحافظ وحاكمك نيسابوري يقول سوى لبن مغلب سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يعني مقليبوي يقول سقولة سمعت إبراهيم بن أبي طالب يعني مقليبوي يقول سقولة سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطية يعني مقليبوي يقول سقولة
حضرت مجلس الأمير عبد الله، حضرت مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر نينكي كانت حاكم كها أو خراسان إما وراء نهر حكومة أي يا عبد الله بن طاهر الذي هجري مجلس كي سبان حاضري ولي ذات يوم مالٍ، ذات يوم مالٍ وحضر إسحاق بن إبراهيم وحان يمت نقوم إيش جوقنا إسحاق بن راهويه يا يمت بولي هاي وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي وكوضا، فسئل عن حديث النزول إمام إسحاق بوحل ويدي حديث نزولك إن على سودقاي حديث كسو أروري وأن هو متواتر يلو ويدي وحالي أصحيح هو حديث كاسي ممت سرنبا أو صحي أو أن صحي. قال وعير نعم ها، فقال له بعض قواد عبد الله رقي ما رقتي كهوس شقينا يوم لحظة أها يا عبد الله بن طاهر كهوس شقينا يميت كميرة يا وعير أركي قصة أن قصة كلا إني تاي يا كم موقتها ومعنى زيادة يعبا كجرة وتيهر وكدو أنت مركة إني لو جر دعين وادع دعين وادع كرتا يا أبا يعقوب إمام إسحاق أتزعم واحد شيئا نيسا أن الله تعالى ينزل كل ليلة إن ألا وهبين والبس ودبو. قال وحويري إمام إسحاق بن راهوية وحويري نعم ها ساسا مركة عن روين سنة وليه. قال وحويري مركة كيف ينزل هواية ده ساس روين سنة هاي نواشيك سيدة ووسو ودبو نينكي بعدها هاي. فقال له إسحاق، إسحاق بن راهوية أثبته فوق وارتبر هرتا علوه هرتا خمي أوه ألا إنه معناه كرجرو والسوك هرتا تعصف الكور عن ما يسرى الدقن حتى أصف لك النزول سيان ما رأيته النزول كي كيفيه سيان قال دنبه وقور عنه. فقال الرجل نينكي باوحي أثبته فوق إنه ألا خلقي سكسر رأيه وان كرا أقرهي وان سغيا وان قرسنا. فقال إسحاق، إسحاق من راهوية إمام كبه وحويري قال الله عز وجل ألا وحويري هايد بسود للسنايا ومحوسود للسنايا نزول كي بسود للسنايا سيهم بيؤتو سنايا نزول كي وجاء ربك والملك صفا صفا مركب الكوب بربرو وربي كان أوي ماذا هي ملائكتي يجو صف صف أي ماذا الملائكتي هيدا اسمه سود اللي فقال الأمير عبد الله كي مركا عبد الله يكون سيو مركا ورسوعش ويدينا أي ونزولك بالقبر يجو حاصل لها ما هاني أمير كي وينا لفتي سباح الله وشاكين سود أحكرا وحجيري يا أبا يعقوب إمام إسحاق هذا يوم القيامة مجيغان يا إماتن كان أي آيد كور رميسو فواحد الدوان آخره يا مركة ماركتي تتكلم صوب بحشو. فقال إسحاق إمام كبا وحويري إسحاق من راهوية وحويري أعز الله الأمير الله شرفه إن كما ذاه ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم كان إيمانا يمانك قيامها محمد أنت ودي ذا يا إنسو وأقلب أنا إلهي سي أي مرة اللي قلبي هو ذات وصماي حكو هذا أمرك ديبا مجيك وقيري وآيدا مجيك أي شيكتي حديث متواتر كهنا كهذا شاء الله ينسو الدقاي هبين والبا مرك ما رتي هبين كالبضا قيبو ظهر أي تكتو وقيب تقدم يسكلي إيدي منتهي إنو ألا سو الدقاي هبين والبا وقت قاس حديث متواتر كهذا شيكتي محدي ذاي ما دام اللي سلاو قراضي إن الله معنك القيامة وإيمانا وخبر نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته إمام أبو عثمان الصابوني وحليه حديث كي كور رماي سود جدا ألي هو هبين والبؤس ودهو سمدان دو وحديث اللي اسكوا فقسيه سحن مديس مخرج في الصحيحين البخاري مسلم اي وريان من طريق مالك بن انس كوريان عن الزهري لغسي وريان تابعيها.
عن الأغر، سلمان الأغر يكسي ورناية زهري باكو ورناية وتابعي كلا سونا وأبي سلمة يا أبو سلمة لبضها سوكورنا وتابعي كلا سونا يعني زهري باكو ورناية أغر يا أبي سلمة عن أبي هريرة كسي ورينا كلا يقول هاي أردادي أبو هريرة هاي أبو هريرة كوري يعني حديث كان حديث كان نزول أبو هريرة كوريين إمام أبو عثمان صابوني بأبو حلية هاي أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الصمد يا ما هو رمي بوليه هاي ها معناها هذا سوى علامة تحويل بسنيس. قال حدثنا أبو بكر بن زكريا أبو قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت حكم هاي يقول لي وحيان أخري على ابن نافع عن كد الأخري وعبد الله بن نافع عمر إمام مالك صاحب كيسيها وحدثني مطرف عن مالك مطرف نوح يقور رمي إمام مالك يقور رمي حا وتحويل كلمات وسنة كلا تحويل نايف قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم ابن باكوية قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى وتلميذك إمام مالك قال وحي قرأت على مالك إمام مالك بنكو أخري عن مشابه الزهري عن ابن شهاب الزهري سوى كورنا يا حديثك محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري سوى كورنا عن ابي عبد الله الاغر كورنا زهري بس اسمه كسي ورنا ابي عبد الله الاغر وابي سلمة الواس كورنا عن ابي هريره ايبن كوري الا بدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له قال انه يري ينزل ربنا تبارك وتعالى ربي ينبس ودك خير كيس بديه وسريه في كل ليلة أبيهم والبا إلى السماء الدنيا سمد الويد بأسوة دكتا سمد الويد أيو ألا أسوة دكتا حين يبقى ثلث الليل الآخر مركا أبينك سدع مركا لو قيبيو قيبت أودن بيساهي أي ما أنها هرسنتهاي مركا حتى بعد ما شقرا لكن حديثك وعلوي قانا حين أو صيحينك اللي مارتي كجرا ويري وقت ياسو سود عمرك علي فيقول وحنا هذا من يدعوني يا وحي ويدي سنايا هو بريايا فاستجيب له ان مرتي كاجيبه هن كاقبل الدعيس ومن يسالني يا وحي ويدي سنايا فاعطيه ان سياس اشيس ومن يستغفرني يا دمبي دافي ويدي سنايا فاغفر له ان دمبي سدافا ولهذا الحديث إمام أبو عثمان الصابوني وحليه حديث كني وحليه طرق طريق يو إلى أبي هريرة أبو هريرة قاراي يوليه رواه الأوزاعي مرك الطرق دي بمرك الشيقاية سي أبو هريرة وحلو قوري رواه الأوزاعي بوري عن يحيى بن أبي كثير وكوري عن أبي سلمة وكوري عن أبي هريرة كسي وري سونا حا ورواه يزيد بن هارون باوري وغيره من الأئمة يركلوا أئمة كمذا عن محمد بن عمرو يكوريين محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة يا لغوري عن ابي هريره لغسي وري هدنا ومالك باوري عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره سيد وكلا هدنا ومالك باوري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر باوري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري وكوري عن ابي هريره عن الغوري وطرق ذي ولا طرق بدن بقول لي ابو هريره ما عرفت كسبنا وعبد العلاء بن ابي المساور وبشير بن سليمان عن ابي حازم والعرج عن ابي حازم يا لغوري عن ابي هريره هي ذا وطريق خليل
وروي هذا الخبر حديث كان وحلقه وريه من غير طريق ابي هريره، طريق ابي هريره موجي مارت صحابه كلا لقى وريه يعني رواه وحاوريه نافع بن جبير بن مطعم يا وكوري عن ابي ابيس وصحابي وجبير بن مطعم حديث كاس ما كسيد محقق وشيق ايوه امام احمد يا دارمي بن ابي عاصم يا جري يا طارق قطني يا وريه وموسى بن عقبه يا وريه هذا عن اسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت صحابي قال سكن القوري حديثك وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن القوري واصحابي كلا وعبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب يا القوري وشريك يا وري عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود بن القوري ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن ابي الدرداء يا القوري واصحابي كلا سوا أبو الزبير عن جابر بالغوري وأصحابه كله وسعيد بن جبير عن عباس بالغوري حديثك وعن أم المؤمنين عائشة بالغوري وأم سلمة أنت صحابة بالغوري وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار طرق ذا دمان توت هو حال لغسو أروريه بوليهي ولغو تخريجي يدو أسانيد دي وقتها كتاب كي نوين اللي يقان الانتصار المحقق يقول لي كتاب كما انا ارك وفي روايه الاوزاعي وحاكو جرتي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغوري اذا مضى نصف الليل او ثلثاه هديه بين كبركيس اوتو او ثلثاه اما لبيس الثلث اي تكتو وانا سيدي هذا وقت حديث كاللوية قانون وحديث ابي هريره حين يبقى ثلث الليل الاخر كي دهاي معناه ثلثان بعد تقوى كاس عمر كالسوان ينزل الله الى السماء الدنيا هل وحو اسود دقا سمدا لو اسود دقا فيقول وحو هذا هل من سائل من وحو ايدي سنا يا مجرى او فيعطى وحل الصيو هل من داع مد ما ركتي الله توقع يا مجرى او في استجاب له لقى اقبله هل من مستغفر مدا بدافو ايدي سنا يا الله مجرى او فيغفر له لو دافو حتى ينفجر الصبح إلى واو كفري حديث كان مسلم باوري وفي رواية سعيد بن مرجان تبع كجر عن أبي هريرة لقوري زيادة في آخره زيادة أو حديث آخر كجر وهي وحي طيب ثم يبسط يديه مركز سؤال لبيس يد مارة أوفي ذياب فيقول وحي هذا من يقرض غير معدوم ولا ظلوم يا مارت وحما هنا يا ميت مارت غني او هضن او وحيسته وعلم وقت الا فقير معه ولا ظلوم ميت واحد من عاير معه لكن واحد من موت ده واحد يسمح كيلي ميس نقط سو وحيسته كم واحد لقيلين كم فقير كان دي واحد ديميو ويسوون مارت مره جبنا مرك الله سياس معها مرك يا عمل صالح سمينا واي معنى حديث كان مسلم باوري وفي رواية أبي حازم وحاكو جرتي عن أبي هريرة الغوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال أنا مارت وكورنا يا أبو هريرة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا الوحوش ودقا سمدي دويد في ثلث الليل الأخير أبين كمرك سدح لو قيبي قيب تودن بيسا وينادي مركز دواقع هل من سائل يدعو ويدي سنايا مجرى وأعطيه أنسيه هل من مستغفر من دم داف ويدي سنايا مجرى فأغفر له أن أضعفه فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به وحنا في كجرته هو كستاهي وقادان ما رأيتي دواقاس إلا الثقلين لبادي ما رأيتي لعسلي موقي مكلفين تاها الجن والإنس واسئو وحمم مغلان لكن دو وحي أهم بالله وشي وحي واسوقار قال وحوير وذلك حين تصيح الديوك وانا مرك ما عرفتي ديغو اي قيلنا يا عمرك فجركم عنها وصوكر وين عنها مرك سمعناها يا وقت ودمانا يا وين عنها وتنهق الحمير وتنبح الكلاب او دميرون اي دواقان
oo iyuna ay maaragtay ciyaan oo qayliyaan. وفي رواية رواية كلا وحا كجرتي وفي رواية موسى بن عقبة رواية أوري موسى بن عقبة وحا كجرتي عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة زيادات من أكسن بها كجر وهي التي أخبرنا بها وأمد النوش شيئا النوع خبري أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأ عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأ أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال وضع قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قال أبين والبحوث سودك سمدان دو حتى يبقى وحن رحين ذا سافيا وقت ما رأيتي وحري ثلث الليل الأخير أبين كقيبتي سدحات إيدن بيسي فيقول عير هذا ألا عبد مجرى الدون ومن عبادي الدون مديد كمذا ويدعوني بريايا فأستجيب له أن أجيبه فأستجيب له إلا ظالم لنفسه يدعوني وحن اسال الدعاء اللي لا يقبليني مي انا ظالم لنفسي يدعوني مجي رميا من نفسي سد المي ودم بابي ووح ويدي سنايا فاغفر له ان دبي ودافع الا مقتر عليه رزقه فيدعوني فارزقه ميان وجرم من ما رقتي رزقي اللي هو عريري ووح ويدي سنايا ومرك عن رزق السيو ألا مظلوم مجرميا مثل الدلمي يذكرني يحصايا ويحصو صنايا فأنصره أمرك أن أقرقاره ألا عان يدعوني فأفكه مجرميا من الله يسته ومارت الله يستأه وأني وحويدي سنايا وأن مارت حرايه قال وحويدي فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه ساسا أرقو يهيو ألا أمارتي تتكو بندقايا إني وحوي ديستان وبريان إلى صبح كسر دش وأو كبري ومركاس ومركا ألا أرشيس كسر منا وفي رواية أبي الزبير وحابو جرتي عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق ابن خزيمة ابن خزيمة مختصرة رواية أمارة ابن خزيمة أوري إمام ابن خزيمة إذا مختصر أوري ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق أيوب نوح خصبنا روايتي ما ركتي جابر لغوري وقياتكي حسن بن سفيان وكتاب في مسند كاكوري ومن طريق هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعيري ان عشيه عرفه ينزل الله فيه الى السماء الدنيا جلبت ما ركتي ما نك عرفه يعلو وحوس ودقا سمدان دو فيباهي بأهل الأرض أهل السماء تدخلوا لك على كل عابوداي سوسو بحي حجيناي قال له حقوفانا تدخل لك الجوري قال له حقوفانا كوي عرك الجوري ويقولوا حنير هذا انظروا إلى عبادي الدومذي ذا بالفيرية شعثا حاليين وبساسا وبرن بورلي ضاحين مارتي سوسو بندقي وأمانا در السراساس آن هيسن جاءوا من كل فج عميق ما تصل فوق كي مادي يرجون رحمتي عريس سيدي ما رجينا يا ولم يروا عذابي عذاب كي كان أي سنعرك فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة مال ألا وكحرين بدنيا النار ضد لقى حرين ومالك عرفة كبضنا لما بأرقبة
وروى هشام الدستوائي وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة الغوري عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسولك قال قال أويري إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه حديها بينك سيدح ميرو دميال أوتابو أما ما أرتبينك نسكيس أوتابو أما لابد دولال سيدح دولال ولا لابد دولال أي هبينك كتاقان بدان دنبانا ما أرتب حديث أي كسو عطاي وكان صحي ينزل الله إلى السماء الدنيا اللي أسمى دان أسو الدقاء فيقول وحير هذا لا أسأل عن عبادي لا أسأل عن عبادي غيري أنو أدو مريدا دول كل أويدينايو مرهن نلو مدحايو من يستغفرني من يستغفرني فأغفر له يا دنبي دافي ويدي سنايا وأن دنبي دافا من يدعوني يا إبريايا وفاستجيب له أن أجيب من يسألني يا ويدي سنايا وأعطيه أنسيا حتى ينفجر الصبح إلى وجوبري حديثك ابن ماجه غير كود واورية ابن قيم وحوليه وحديث صحيح إمام أبو عثمان الصابوني وحوليه يهي أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم من الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة عن كم مرق أهيبوني أو أن مرتي كو قراية أبو سعيد الخدري صحابي يا أبو هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كم مرق يعني رسولك الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم أنونا مرق بأن كاي يعني كم مغلان رسولك صلى الله عليه وسلم يقول سواله إن الله يمهل ألو أكاديا حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول إلى هبينك ثلث كيس كوات وكتبه مركز هبط وسود إلى السماء الدنيا فيقول غير هذا عن شيقني إن ثلثان مركب معنا أي تقان نزول كوي هاي وحديث أن صحيح أي سيدات هاي فيقول حولي هاي هل من مذنب المجرى من الدنبابي ومعنا لو عفو هاي هل من مستغفر من دم دعف ويدي سنة يا مجرى كله دم دعف كله دم دعف هل من سائل من دعف ويدي سنة يا مجرى أو أحلى السيئة هل من داعي من الله ويدي سنة يا مجرى هو ما رأت اللقاء أقبل حتى تطلع الشمس إلى قرح القصاب مركة حتى تطلع الشمس دعانه يدوى الشاد مركة حتى ينفجر الفجر كان سومرني صحيح مسلم ساعة كنت على السيدة صح لواس حاس مركة أرنت سعان ميس إلى قرح ذي كسر بعض مي ويكو جوك تا ويكو لماني تا هو بريق مركة هو أبو بريق وصلاة الصبح يسوقش إمام أبو عثمان الصابوني وحوليه هاي أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل له كثير كثير لبيدية إن الله يمهل ألا وأكاديا حتى إذا كان ثلث الليل مركل لقارو بين كمارتي سدح ديغو قيب مركل يتكتو هبط الى هذه السماء بوسو دقا ثم امر بابواب السماء ففتحت كاس قال له فرا الباب السماء وانا لفرا فقال وحول لي امر قال لي هل من سائل فاعطيه مجرى مدح ويدي سنايو ان احصيه هل من داع فاجيبه بريا مجرى وانا اجيبه هل من مستغفر فاغفر له مجرى مد مدح ويدي سنايو ان مدافه هل من مضطر اكشف عنه ضره مجرى مد ماركتي الا دبك اليو ان دبك كقاضه هل من مستغيث أغيثه مد ما رأيتي
dhib haysto oo weyn in laga faydo iga doonayo ma jiraa, oo aan markaa aan u gargaaro falaa yazaalu dhalika makaanahu, sidaas baa xaalku soconaya xata yatluca alfajru fi kulli leylati min adunya ilaa fajrku uu maaragtay kasoo dhasho habeen kasta oo habeenadii caalamkan kamid adduunka. Dayrqutni baa wariyey, laakiin sida aan sheegnay sulusaan marka habeenkii ay ka tagaan ayaa nuzuulku u dhacaya. أبو عثمان صابون وحول ليه؟ أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى الفضل بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغري أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد وأبو مرقاتي تعي أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسولك صلى الله عليه وسلم أبو مركان أنه قال إنه إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له ألا هل من تائب يتاب عليه مد مدى في ودي سنة مجرو دمبي قال الله ضعفه مجرى مد توبة كينا يقول الله صنع قناع يو لقى توبة أقبله. حديث عمرك مسلم بقى حارتي ألفاظ وإك وري وحما أنا وسير سعداء في خذك وكالاي نزولك فلكو عمرنا هنا أنت سكوك أبسنه يا رام بالله التوفيق.